بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. ان شاء الله دلوقتي هنشوف البرنامج بتاع الاستاذ جمال. هو برضك اشتغل معانا على دورات المبتدئين، وفي قدام منه مجموعه من المشاكل او الحاجات اللي وقفت قدام منه. ان شاء الله هنشوفها دلوقتي ونبدا نشوف ايه المشكله. اول حاجه الاستاذ جمال بيسال هنا، بيقول عنده مشكله ان هو بيطبع الفواتير بتجيله مكرره. هنا برضك المستخدم اللي موجود على البرنامج هو البائع، فهو عايز يظهر اسم المستخدم على الفاتوره، اللي بيضيف فاتوره تضاف باسمه، وبرضك الفاتوره اللي جايه من المورد عايز يضيف رقم الفاتوره اللي جايه من المورد في البحث، بحيث ان هو من وقت للتاني يقدر يعرف اي فاتوره اللي هي الفاتوره الورقيه. هنا برضك في فاتوره البيانات، في فاتوره الخدمات، بيسال عاوز يضيف العميل عن طريق رقم التليفون بتاعه، عايز يعمل نموذج بحث. ما صح، هو هنا بيتكلم على نموذج بحث، فنموذج البحث مشروع قبل كده، لكن برضك ان شاء الله هنشير ليه دلوقتي والمواضيع دي كلها. يعني اول حاجه لما فتحت القاعده بتاعت الاستاذ جمال لقيتها معايا بالشكل ده. يا ريت يا شباب احنا شغالين نحاول بقدر الامكان ان احنا نبسط الامور على نفسنا. يعني احنا لو بدانا اوكي التامين بتاع القاعده بعدين، يعني احنا نامن القاعده. يعني ان كنا بنتعلم لسه بادئين ان احنا عايزين نتعلم الاكسس او نتعلم اي حاجه، فاحنا بنحاول نبسط الامور بقدر الاستطاعه. انا واحد من الناس، انا ما اشتغلش انجليزي. اوكي، واحنا بنتعلم اكسس في الاول كلمونا ان احنا لازم نستعمل انجليزي، واهميه استخدامنا للغه الانجليزيه في او مش للغه عموما، يعني مش انجليزي نفسه، ان احنا نستعمل شفرات. يعني لما نيجي نسمي الجداول، نيجي نسمي الاستعلامات، كل ده يبقى نظام شفره. يعني مش اللغه، يعني مش انجليزي ما يكونش بالاسم اللي اي حد يفهمه، يكون نظام شفره المصمم بس اللي يعرفه. بس لو لسه بنتعلم، احنا بنحاول نبسط الامور، وخصوصا لو انت تبعت القاعده لحد فتبعتها له. يعني انا واحد من الناس لما تجيلي انجليزي بكون تايه، فده يعني بتكلم على اساس اللي بعد كده. يعني اول حاجه القاعده جت لي بالشكل ده فيها نماذج مخفيه وحاجات مخفيه. انا ما خدتش بالي اصلا يعني خالص من ان في حاجات مخفيه. عاده انت بتبعت لي قاعده او اي حد بيبعت لي قاعده، يعني ممكن تكون 5 دقائق 10 دقائق، يعني مستحيل حتى 10 دقائق. لما اي حد بيبعت لي سؤال بحمل القاعده بفتح اشوف، ان كان الموضوع معقد صدقوني انا بقوم قافل القاعده وانقل على اللي بعده. ما هو الوقت مثلا في عندي عملي وعندي شغلي، فالوقت المتاح لي ان انا اشوف الردود وابدا ارد على الناس هو وقت ضيق. لما يكون عندي 20 سؤال مش هدي سؤال منهم مثلا نص ساعه ساعه ان انا اقعد ادور والف وراه. ان ما كانتش الحاجه واضحه وسالكه بنقل على اللي بعده، لان فيه يعني كميه الاسئله بتكون كبيره شويه. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد بعض في المسائل اللي زي دي. والشيء بالشيء يذكر برضك موضوع ان حد يكتب في الفيس رسائل السلام عليكم، انا برد على الناس بقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبتنقل على الرسائل اللي بعدها. كذلك اللي يبعت نص سؤال، يعني بعدين اذا كان عايز اسالك سؤال وما يسالش السؤال، يعني منتظر ان هرد وهيبدا حوار، لا، هو المعذره كميه الرسائل اللي بتكون موجوده او كميه الاستفسارات كبيره، فما تستناش ان انا لسه هنبدا حوار او هندردش في الموضوع. يعني ابعت الموضوع كله على بعضه، يا ريت يكون معايا المرفق. عاده يكون برضك حاجات بسيطه، يعني حاول حتى انت لو عندك برنامج كبير، وكتير من الزملاء عنده برنامج كبير واشتغل فيه وشغال وكويس ما شاء الله وفي عنده مشكله، يوم بعت لي البرنامج كله على بعضه. طب انا بخش جوه البرنامج بتوه، وزي ما بقول لحضرتك انا مثلا عندي دلوقتي 10 اسئله وقدام مني ساعه هقعد ارد على الناس، مش هضيع الساعه كلها في الرد على واحد، اكيد برد على الباقي، وده يعني ممكن يتجاهل، فاعذروني بالنسبه للمواضيع دي. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد بعض في النقطه دي. اول حاجه القاعده فيها نماذج مخفيه. حتى انا بعت للاستاذ بقول له فين النماذج، ما خدتش بالي ابدا ان هي مخفيه، يعني كنت فاكر ان القاعده ناقصه. هنا بنجي في الجزء اللي معانا تحت هنا، مثلا نعمل خيارات الانتقال، بقول له اظهار المخفي. اوكي، ظهر النماذج المخفيه. بحتاج ان انا برضك اعدي عليها واحد واحد واعمل له خصائص واشيل علامه الصح من قصاد المخفي. موضوع المخفي ده انا ما اتطرقتش ليه في القناه في الشرح النهائي، لان اظن من اساليب الحمايه البسيطه اللي اي حد بيقوم يكسرها او بيتجاوزها. وعاده واحنا لسه بنشتغل في البرنامج، ما دام البرنامج مفتوح للتصميم او بنحاول ان احنا لسه في حاجات هتتعدل، حتى لو هتبعته للعميل ما تعملش الحمايه اي مستوى من مستويات الحمايه، يعني ان كان الشيفت يبقى كويس قوي. نبدا نشوف معانا، اظن
هو ده النموذج الأصلي. نبدأ نشوف أول حاجة معانا في الفواتير. فاتورة الشراء، الأستاذ بيشتكي هنا بيقول مثلا إن هو عنده مثلا فاتورة زي دي، بيجي يعمل لها معاينة، وفي أنا فاكر إن كان في زر معاينة أو طباعة. طيب نشوف البيع. هو بيعمل حفظ بيفتح المعاد، صح مظبوط. وده برضك حاجة مش واضحة يعني، ما عرفتهاش إلا بالممارسة. بيعمل حفظ بعدين بيفتح لك النموذج بتاع الطباعة. فتحت في الخلفية، تمام، بس هنا فتحت واحدة. لا هو بيقول بيفتح بيلاقي اتنين، مثلا فاتورة الشتا، خلينا نروح على الفاتورة رقم واحد. فتحت اتنين. هنا نلاحظ ان هو عنده صنف واحد وهنا ظاهر صنفين. تعال نشوف المشكلة فين. حتى النموذج هو شايل برضك الهيد والحاجات دي. طيب خلينا نشوف التقرير. هنا في الاستعلام المكون للنموذج عامل فاتورة شراء، تحت نوع الفاتورة فاتورة شراء. هناخده كوبي، نشوف هنا كمية الحاجات. فاتورة المشتريات، نشوف الاستعلام المكون ليها. هو حاطط تحت رقم الفاتورة عشان كده بيجي الفاتورة، فهي الواحدة منهم بتيجي فاتورة الشراء والتانية بتيجي فاتورة البيع. فين هنا بقى نوع الفاتورة؟ أظن ده نوع الفاتورة. فاتورة المشتريات، نروح على الفاتورة رقم واحد اللي كان فيها المشكلة. لكن المشكلة ان هو بيجيب لي فاتورة رقم واحد مع الفاتورة شراء مع الفاتورة رقم واحد بيع، يبقى كده أول مشكلة اتحلت معايا. وغريبة برضك ان زر الطباعة محطوط هنا داخل النموذج، ان هو محتاج ان هو يفتح معاينة كل مرة ويفتح طباعة. طب ما نحط الزر هنا، وزر الطباعة عادي يعني، ما يكونش يعني الزر اللي يفتح النموذج زر معاينة وزر طباعة. على العموم بسيطة، نعدي على اللي بعده. إضافة البائع، إضافة البائع أنا بحتاج إن أنا هنا في النموذج في جدول الفواتير نفسه بقوم كاتب اسم البائع. أوكي من هنا خلاص. فين زر إغلاق؟ والله ما أعرف. نيجي في الفاتورة، ونجيب هنا اسم البائع. للأسف في حاجات لازم أقفل كل شوية في قاعدة البيانات لأن هو حاذف الشرائط.
هنا عايزين نشوف الواجهة الرئيسية للبرنامج الرئيسية. مرحبا بك اللي فوق دي، مش عارف نظام المستخدمين شغال فيها ولا لا. نشوف هنا الشاشة الرئيسية، نشوف أسماء المستخدمين الأول. يوزر تيب اهو، خلينا نحط هنا رقم المستخدم، اسم المستخدم مثلا سيد، كلمة السر 1 2 3 سيد بدران. خلينا نشوف اسم النموذج الرئيسي ايه الأصلي أو اللي بيفتح أول ما البرنامج بيتفتح. لوجينج فور، ماشي. سيد 1 2 3 يوزر تيب. لسه نفس السطر فما حفظش، ماشي تمام. فتح معايا الواجهة وظهر هنا عندي سيد بدران. عايز اما افتح فاتورة الشراء سيد بدران تيجي معايا هنا تتكتب سيد بدران، بحيث ان يتم التسجيل مباشر. طيب نشوف هنا اسمه الحقل ده ايه اللي في الواجهة، اسمه N1. طبعا هو شغل الكود، الكود اشتغل، راح قافل لي المكان اللي انا بجيب منه الكود. طيب خلينا حتى نجيب واحد من هنا. كليك شمال ونجيب خصائص، نحذف ده ونجيب مكانه اسم البائع، ونخلي القيمة الافتراضية نكتب العنوان اللي موجود معايا في الشاشة الرئيسية اللي هو هنا. عايز اكتب العنوان ده، بقول له فورمز انترفيس فورم الحقل N1 تمام، وخليه اسم البائع ده. تمكين لا تأمين، نعم. تعال نشوف اللي هيحصل. نفتح الفاتورة هتلاقي مكتوب سيد بدران، وحتى انا لو سجلت الفاتورة ورحت فاتورة تانية ورجعت على الفاتورة اللي انا مسجلها بلاقي سيد بدران، حتى لو مستخدم تاني دخل بس هي خلاص هو كده احتفظ بسيد بدران. نشوف اللي بعده. رقم الفاتورة اللي جاي من المورد نفس الفكرة بالظبط، بتيجي هنا في فاتورة
بتيجي هنا في جدول الفواتير، مش فاكر كان اسمه ايه هنا، اللي هو ده، وبتضيف حقل جديد زي ما انا ضفت رقم اسم البائع، انت بتضيف رقم الفاتوره. تمام، ونفس الفكره بالظبط، بتروح على الفاتوره تضيف فيها اسم الشخص. مش عارف اقفل النموذج، طيب تمام، بتضيف فيها اسم الشخص، بتضيف هنا مثلا رقم فاتورة البائع، بس طبعا بتعمله تمكين نعم وتأمين لا. يعني هنا المفروض ان انا مأمن الكلام ده، حاجة غريبة، تمكين لا، تمكين لا، تأمين نعم، المغزى كنت عاملها بالعكس. طبعا بتكون مش مؤمنة بالنسبة لي الأول واحد مثلا سيد بدران، مؤمن اهو، لكن مش هقدر ان اعدل عليها، لكن بالنسبة للفاتورة بتاعت الشركة بتكون حقل عادي، بحيث انك تكتب فيه رقم فاتورة الشركة. بالنسبة لموضوع البحث بتاع العميل، بحث العميل حضرتك هتخش معانا على الصفحة الرئيسية للقناة، حتى لو كتبت بحث جوجل سيد بدران او في اليوتيوب سيد بدران هيدخلك على الصفحة الرئيسية. في الصفحة الرئيسية للقناة اول صفحة هتفتح في هنا بحث، لا البحث داخل من البحث اللي فوق، بحث في اليوتيوب بشكل عام، لكن انا بتكلم على البحث داخل القناة. تضغط هنا على البحث وتكتب بحث، تلاقي فيه اكتر من فيديو شرح بيشرح موضوع البحث، موضوع البحث في انك تعمل مربع بحث، تبحث عن اسم العميل، تبحث عن رقمه، تبحث عن تليفونه، يتم الادراك باي حاجه من الحاجات دي. وبرضك هو معمول زي ما حضرتك بتقول زي بحث جوجل، بحيث انك لما بتكتب الاسم، مجرد ما بتكتب الاسم هو بيجيب لك البيانات بتاعته، فتفتح اي فيديو من الفيديوهات دي، وان شاء الله حتى يعني ممكن ما تكونش في فيديو واحد، تسمع مثلا اول ثلاث فيديوهات او اول الاثنين دول، هيسهل لك العمل وهتبقى فاهم ازاي تعمل الموضوع ده. يا ريت يا شباب، انا حبيت ان انا اعرض عليكم البرنامج ونشوف، يعني اظن ان 18 دقيقه 18 دقيقه في الرد على سؤال واحد، فيا ريت اسئلتنا تكون واضحه، البرنامج يكون مش متقفل، يا ريت المسميات تبقى عربي عشان نفهم بعض بشكل اوضح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.